طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. هو هنا بقى بيتكلم على ان انت لو انت ركزت على جزء معين في حياتك وسبت بقيه الحاجات هتبص وتلاقيك عمال تنشر في الشجره. بمعنى اصح ان انت في اربع حاجات، ستيفن كوفي بيقول في اربع حاجات لازم تعمل لهم ساتسفاكشن لحياتك. اول حاجه الجسد بتاعك، ثاني حاجه المخ بتاعك، ثالث حاجه الروح بتاعتك، رابع حاجه القلب بتاعك. دي اربع حاجات المفروض ان انت تغذيهم. لو انت ما غذيتهمش هتبص وتلاقيك ان انت تعبان، حاسس ان انت متضايق، حاسس ان انت عمال تقطع في الشجره بس الشجره ما بتقطعش. مثلا لو مسكنا البادي او الجسم بتاعك، اولا لازم تكون بتلعب رياضه. الرياضه دي يعني بقى في افيلبل حاجات كتيره جدا اوفر انترنت ممكن تخليك تلعب رياضه في البيت. الاول انا كنت حاسس ان دي مشكله كبيره بالذات بالنسبه للبنات، بس في حاجات كتيره جدا اوفر انترنت تعمل ورك اوتس تقدر تتفرج عليها وتقدر تشتغل ولو موجود على اليوتيوب منها حاجات. سيرش على ورك اوتس هتلاقي حاجات كتير تقدر تلعب بيها رياضه. طيب الحاجة التانية انك المفروض تنام كويس، انك الانسان العادي بينام 6 ساعات في اليوم، فهتقدر تنام بشكل كويس في اليوم عشان خاطر تقدر تحافظ ان لجسدك عليك حقا. هتقدر تاكل بشكل كويس. مش فاهم يا راجل. هتقدر تاكل بشكل كويس، ما تبقاش الفاست فود اللي هو احنا معظمنا بيفضل ياكله ده بيبتدي يتحول بعد كده ان هو يجيب امراض كتيره. يعني اعاذنا الله. النوم بالليل، يعني النوم بالليل افضل، انما انت على حسب، يعني انت هتظبط ال6 ساعات والنوم بالليل افضل بكتير جدا من النوم الصبح، لانه وجعلنا الليل سباتا. مش هتضغط على جسمك بتصلي الفجر. لو بتنام 2 بالليل وتصحي تصلي الفجر وتكملي نوم وتصحي فايقه وجسمك مرتاح ماشي، انما لو ما بيحصلش ده يبقى لا، نامي بدري شويه. انت اللي هتقدري تظبطي لنفسك اكتر مني، اكتر من اي حد تاني. فهتقدر تحافظ على جسمك بشكل كويس. البرين او العقل، ان انت اول حاجه مش هتتلفه، الكلام ده ليك يا سعيد، ها، ان انت مش هتتلف العقل. تقول لي بقى انا بشرب الحاجه الفلانيه، بعمل باخد ال ايوه الدماغ اللي انت بتعملها دي خطره جدا على فكره. وان انت مش فاهم 3 دي يعني ايه، ان انت ما تتلفش العقل، ان انت تحافظ عليه. بان انت ما تاخدش حاجه تبوظه، ان انت تشم هوا نظيف. صعب في بعض المناطق بالذات المدن، بس يعني حاول ان انت تصحى بدري وتحاول تشم هوا نظيف كده كويس يرد لك الروح. ان انت تقرا، ودي مهمه جدا، ان انت يعني المفروض بعد كده تحس ان انت لما بيعدي يوم وما بتاخدش معلومه جديده دي مشكله، وتفضلت انت في نفس الحاله اللي انت فيها. لازم تبتدي تقرا، تبتدي تثقف نفسك. قليل جدا اللي بقابلهم اللي عندهم ثقافه عامه في حاجات كتير مختلفه، قليل جدا. في ناس كمان بشوفهم ما عندهمش ثقافه في اي حاجه، يعني حتى الشغل اللي هو بيشتغله ما عندوش ثقافه عاليه فيه. ابتدي يعني طب ايه، طيب يعني انا لو عايز انا انت عايش ازاي كده؟ يعني اكلمه في كوره ما فيش، اكلمه في حاجات هبله ما فيش، في حاجات جد ما فيش.
فانت محتاج تقرا ومحتاج تبتدي تقرا في كل المجالات، تبقى عارف في كل مجال شيء. مش لازم تبقى انت اكسبرت فيه، بس عارف فيه معلومات، مش جهله بشكل تام. رتب نفسك ان انت ليك كتب معينه بتقراها كل يعني ما بيمرش يوم غيره وبتقرا صفحه صفحتين من كتاب معين. خلي بالكو، انا شخص من الاشخاص اللي كنت لا يمكن اقرا. القرايه دي اخر حاجه تفكر فيها، يعني ما ينفعش تقول لي اقرا حاجه. ممكن تقول لي اسمع مثلا، ممكن تقول لي، انما اقرا لا. بعد ما خدت الكورس ده ابتديت اقول لا، ما انا محتاج اطبق الكلام، ما بقاش باخد الكلام كده وخلاص. فبدات اجيب كتاب في حاجه انا عايز، انا بحب ان انا اتعلم فيها. كان اول كتاب الحقيقه جبته كان الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، كان كتاب عن السيره النبويه. وقلت خلاص انا هسيت لنفسي مجرد صفحه واحده كل يوم. الرحيق المختوم، انا هكتبه لكم. انهي كورس؟ الكورس اللي هو 7 هابتس اللي انا بديه لكم ده، اول لما خدته انا بقى ماشي. بس اقرا يا سعيد، يعني حتى الاستماع ده ماشي، بس في ميزه تانية للقراءه، في متعه تانية للقراءه. فبدات اقول ان انا هحط لنفسي صفحه واحده كل يوم، بس مش هيعدي يوم غير لما اقرا صفحه عن السيره النبويه. ماشي، ده استماع، انما القراءه، القراءة انك تمسك كتاب قدامك وتفتحه وتقراه مختلف غير الاستماع. بدأت أقرأ صفحة في صفحة في صفحة. عايز أقول لكم إن أنا بعد كده بقيت أقرأ مثلا 10 صفح، 20 صفحة في اليوم. بدأت أجيب كتب بعد كده في المجال اللي أنا عايز أقراه وأبتدي أقرأ بشكل يومي. كويس جدا. فالقراءة هتلاقوها بالتدريب، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم، إنما الصبر بالتصرف بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم. إن أنت بتبتدي تعلم نفسك تعمل ده. القراءة في المواصلات دي من الحاجات اللي ممكن تخليكي أولاً ما بتضيعيش وقت، هو وقت كده كده ضايع. أنا مش فاهم، مش فاهم، مش ما شفتش السؤال يا راجل. السؤال يعني، اولا انت بتبقى قاعد في المواصلات بقى عمال تبص في وشوش الناس، وده ده شكله زعلان، ده شكله متخانق مع مراته، ده شكله مش عارف عامل ازاي، دي مش عارف عامله ازاي. انما لو انت قريت، انت طلعت لا خدت ذنوب ان انت عملت، غير النم اللي بتسمعه صح. انما انت لو انت قاعد ماسك كتاب خدت معلومه مفيده وغض بصر صح، خدت معلومه مفيده وقدرت تعدي المرحله دي. طيب، فيبقى العقل، قلنا البادي وقلنا البرين، العقل ان انت تقدر تقرا، اقرا في المجال اللي انت مهتميه بيه، مش لازم تقرا في كل المجالات. مش مع انا يعني مش معنى كل المجالات ان هو لازم كل المجالات، لا اعني الكلمه بالظبط، بس مثلا لما اجي اسال سؤال مثلا، كم واحد يعرف خطاب مثلا؟ كم واحد يعرف الدوله اللي احنا كنا خدناها في البتاع؟ كم واحد يعرف الدوله دوله المرابطين؟ كم واحد يعرف ايه التتار وقصتها وعمل ايه والحياه كانت عامله ازاي؟ التاريخ نفسه بتاعك. هبص الاقي مفيش اجابات. طيب لما انت مش حاسس بالحضاره اللي انت عملتها، المفروض ازاي هتقدر تبني حضاره بعد كده؟ يعني زي ما قلت لكم قبل كده، انه الغرب بيبتدي يقول ان الاختراعات منسوبه ليه، الصين بتقول ان الاختراعات منسوبه ليها.
احنا هنا بنقول ان الاختراعات منسوبه يا اما للصين يا اما للغرب، بس سايبين اي حاجه ليها علاقه بينا احنا. كم واحد يعرف ان الصفر مثلا اللي عمله الخوارزم وقصته ايه مثلا؟ انه ان اصل اكس اللي احنا بنعملها اكس بلس واي اللي موجوده في المعادلات دي كانت جايه من كتب العربي. حاجات كتير جدا بنبص ونلاقينا ثقافه عامه بتحسسنا بينا احنا بس للاسف. بالظبط، دكتور رغب الزجاني رائع في التاريخ الحقيقي. طيب فاحنا المفروض نبتدي نقرا اكيد طبعا، ولا اخر اغنيه لكاظم الساهر ولا عمرو دياب؟ ولا هتبص تلاقيه حافظها وبيرددها على طول. معلومات عامه يا منى، صح. طيب رابع ثالث حاجه السول. السول دي ستيفن كوفي كان بيتكلم، بيقول ان انت ابتدي تخيل عشان تقدر تغذي الروح بتاعتك. الروح بتاعتك هتغذى بحاجات، منها التخيل، منها الصلاه، سواء كان انت ايه بقى. يعني هو حتى ستيفن كوفي في الحته دي قال انه في باور، ان في قوه ما موجوده على الارض، القوه دي هي اللي بتخليك تبقى يعني ايه مرتبط بيها بشكل ما، وانت لازم تساتسفاي، لازم تقدر تغذي القوه دي، تشبعها معاك. ماستر باور، بس ايه هي؟ هو مش عارفها. يعني هو عايز يقول الله عز وجل، عايز يقول ان انت عندك اله بيتحكم في الكون اللي هو الله عز وجل، بس هو مش قادر يوصل للحقيقه دي. فيقول انت بتدي غذي بقى روحك بالطريقه اللي يقدر يخليك مرتبط بالقوه اللي بتحرك الكون دي اللي هو مش عارفها. فغذاء الروح مثلا ان انت تسمع موسيقى، ستيفن كوفي بيقول كده، بس احنا عندنا بقى ايه، ورتل القران ترتيلا. فانت لو انت رتلت القران، بدات تحط فيه البارادايم شيفت، بدات تحط فيه الايماجينيشن والتخيل، هتبص وتلاقيك بتقراه وبتقدر تغذي الروح بتاعتك بشكل احسن بكتير. بالظبط، اسمع واقرا الصلاه، هتبص تلاقيك ان انت لو انت بدات ترتب نفسك ان انت تحس بالصلاه دي وتبتدي تقرب فيها امام الله عز وجل، وتبتدي تعمل القراءه الجيده واحكام التجويد وكل الكلام ده كله، هتبص تلاقيك بعد كده وصلت لدرجه ان بدات تبقى نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقوله لبلال، ارحنا بها يا بلال. مش خلينا نخلص بقى ونصلي الصلاه دي عشان خاطر ايه قبل ما تروح علينا وخلاص. إيه القلب قال لك؟ ان انت جزانا واياكم يا رجل. القلب قال لك ان انت رابع حاجه، انت لسه ما شفتيش حاجه، شوفي بقى المحاضرات، ست محاضرات اللي قبل كده. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاربع رابع حاجه، لا ولا يهمك، الهيرت او القلب، وان انا ابتدي اغذي القلب ده بان انا يبقى فيه حب بشكل ما، ان انا اقدر اضحك، اقدر ابقى فريش، اقدر ابقى بسام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بساما وكان لا يرى غاضبا الا اذا انتهكت محارم الله عز وجل. بساما مش ضاحك، في فرق بين البسمه ان انت تبقى بشوش مبتسم، بس مش تقعد بقى حياتك كلها ضحك ضحك بصوت عالي، لان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان كثره الضحك تميت القلب. خلوا بالكم ان في بقى جزء في الاربعه دول مرتبط ببعضه ارتباط عكسي، اللي هو ايه؟ اللي هو البادي والروح. تبسمك في وجه اخيك صدقه، صح؟ وكنت قلت لكم انا على منظر مثلا لو انت نزلت في ميدان رمسيس بالنسبه للمصريين والصبح، وبصيت على منظر الناس وهي رايحه وهي جايه.
تحس ان انت متفتح لليوم الحقيقه، عايز تروح تنام وتقفل على نفسك البيت. حته بقى انه في علاقه عكسيه ما بين الجسد وما بين الروح. كان في كلمه ل مش متذكر الشيخ اسمه ايه دلوقتي، هجيب اسمه. كان بيقول ان انت في الحياة الدنيا بيحصل التكليف على ايه؟ على الجسد، وبيشعر بيها الروح. في القبر بيبتدي يحدث العذاب على الروح ويشعر بيها الجسد. يعني ايه؟ لا، التكليف على الجسد وبيشعر بيها الروح. زي ايه؟ زي ان انت مثلا هصحى اصلي الفجر مثلا، تبص تلاقيك في عز الساعه اللي احنا فيها دي، هتقوم تحاول تتوضا وماشي متكتك وتعبان وحالتك حاله ومكسر عشان خاطر تقوم تصلي الفجر. والغريب ان انت مجرد ما بتصلي الفجر بتبتدي تشعر بحلاوه غريبه. انت تعبت نفسك، ده انت جيت على الجسد وتعبته، بس الثمرة لده كانت بترفلكت او بتعكس على الروح، ان انت بتبتدي تحس ان انت مرتاح نفسيا، بتبتدي تحس ان انت بادي يومك وانت راضي عن نفسك، بتبتدي تحس ان انت بادي يومك وانت سعيد مع ان انت تعبت نفسك. انما لو انت بقى حتى لو بتصلي على فكرة، يعني حتى بس بتقوم تصلي، بتقوم تكسر النوم وتقوم تصلي وترجع تنام تاني. لو انت بقى عملت العكس، ما بتصليش وريحت جسدك على الاخر، تصحى تلاقي نفسك مكسر ومتضايق واليوم معاك غريب، مش مرتاح نفسيا، رغم ان انت غذيت واديت الغذاء الكافي للجسد بتاعك، بس الروح ما خدتش الغذاء بتاعها. فهتلاقوا دايما العلاقة العكسية دي دايما. طول عشان كده الحديث بيقول ايه؟ الأجر على قدر المشقة. ان انت طول ما في مشقة، طول ما انت تاخد أجر أكتر، والأجر ده بيعكس عليك في روحك. اه صح. حياتي عامة لما باجي ما اصليش الفجر وابقى انا عايز اخد قرار، ما بعرفش اخد قرار في اليوم ده. بحس ان انا لو خدت القرار يبقى القرار غلط مثلا. بحس ان هو قرار ما ينفعش يتاخد وانت كده يعني. فدي اربع حاجات المفروض ان احنا نغذيها. ازاي بقى؟ تقريبا انت كنت سألت السؤال ده يا مروة. الاجابة بتاعتها بقى ان احنا هنعمل احد الحاجات الاكزامبلز اللي موجوده، ان انت هتعمل اكسل شيت مثلا. هيجمع بقى، احنا هنا بنتكلم على كل اللي احنا عملناه، من يعني كل الهابتس اللي فاتت. هتعمل اكسل شيت، الاكسل شيت ده فيه تغذيه للاربع حاجات دول. ماشي؟ وهتقول مثلا صله الرحم اللي هو هيبقى ليه علاقه بالتاثير على القلب نفسه، غير الناحيه الدينيه طبعا. ان انت هتيجي تقول ان انا هعمل صلة رحم مرة في الشهر مثلا. حابين ناخد بريك دلوقتي؟ انا الان اخد بريك الحقيقة، ابص والاقي بعد كده انا قدامي ساعة واللابتوب بيفصل، واحنا الحقيقة مش عارف هقدر يعني. لو رحت ورجعت تاني ممكن تبص تلاقي الدنيا راحت. خلاص ناخد بريك 3 دقايق، 3 دقايق بس عشان خاطر الناس ريفريش وكده، ونرجع تاني. بس قوم كده اتحرك من مكانك، اشرب ميه وحايد كده، وحايد وحايد وحايد. اربعات اربعات اربعات.
قلنا ان احنا المفروض نغذي الاربع حاجات دول، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل حاجه تخلينا بالمونيتور، وده مهم جدا ان انا ادوكيومنت حياتي عامله ازاي. ادوكيومنت حياتي عامله ازاي دي عن طريق ان انا ببتدي اشوف ايه اللي مطلوب مني وايه اللي المفروض اعمله في الاربع حاجات دول. اخد مثال، مثلا انا عايز اعمل صله رحم وعايز احافظ ان انا بعمل صله رحم، فهحافظ عليها ازاي؟ ان انا هقول ان انا كل شهر، كل اسبوعين، كل اسبوع، وات ايفر، بس لازم يبقى الاول انت بتعمل الحاجه دي بشكل اسمه ايه ده، بشكل قليل قادر ان انت تعمله. فهنقول ان مثلا صله الرحم دي كل شهر هعمل صله رحم لحد انا ما زرتوش، او كل اسبوع هعمل تليفون لحد من اصحابي اللي انا ما كلمتهمش بقالي كتير، او من قرايبي اللي انا ما كلمتهمش بقالي كتير. نفس الحد ايه؟ اكيد مش نفس الحد كل مره. يعني انا هعمل، انا ال 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 الكلمه ان انا هعمل صله رحم، صلة رحم كل شهر، هعمل جدول كده في صلة الرحم وفي الأيام، وهبتدي أتابع نفسي كل شهر إن أنا هل عملت دي مرة واحدة ولا لأ. مثلا قراءة القرآن، أحد التفاسير بتاعة الآية اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يوم القيامة يقول يا رب إن قوم اتخذوا، يا ربي أحسن من إن أنت تزور ما تزورهمش خالص، أنت بتزوريهم أصلا دلوقتي؟ هل متابعة معاهم ان انت بتزوريهم كل شهرين؟ طيب واللي انت ما بتحبهمش دول ما ينفعش صلة رحم معاهم؟ يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ودي مهمة جدا. ان انا لما باجي اعمل صلة رحم انا مش بعمل صلة رحم على للي على مزاجي، انا بعمل صلة رحم للكل. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصلتهم فقطعوك، ده حديث الرسول. فمحتاجين ان احنا نرجع تاني نحاول نظبط صلة الرحم دي. وسبحان الله احنا في عصر نقدر نبتدي نكوميونيكيت، مش لازم تروح لهم، انت ممكن بس موبايل بس صغير. وعايز اقول لكم ان انا لما بحس بقى، يعني لما يجي مثلا حد من قرايبي يبتدي يكلمني ويبقى بيكلمني بس عشان خاطر يطمن عليا، بيبقى احساس مختلف تماما غير لما بيجي يكلمني عشان يقول لي انا عايز حاجه. ليه ما تبقاش انت بتدي الاحساس ده للاخرين؟ انا ببقى سعيد جدا لما يجي حد يكلمني ويقول لي بس بطمن عليك، وبالذات لما يبقى حد من الكبار بقى، خالي، حد من الناس اللي المفروض ان انا اتابع معاهم، والاقيه هو بقى بيرد الكلام ده في مكالمة عادية خالص. طيب مثلا قراءة القرآن، مروة كملت صح للرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول يوم القيامة يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبيقولوا في التفسير بتاع القرآن ده وصلوا ان انت اتخذوا هذا القرآن مهجورة، معناها ان انت ما بتختمهوش على الاقل مرة في الشهر. فاحنا بنختم القرآن كل قد ايه؟ وانا اقولكم طبعا ان هي مرة في رمضان، مرة في السنة، واذا كملنا المرة التانية خلال السنة الباقية يبقى شيء كويس. فانت تبتدي تتابع دلوقتي، مش لازم ان انت تبتدي بان انت هتختمه مرة في الشهر. مش فاهم؟ فهبتدي اقرأ مثلا صفحة في اليوم، بعدين صفحتين. معنى الآية ايه؟ مش فاهم يعني ايه انهم سكنوا للتفاسير القديمة. فهبتدي اقرأ مثلا صفحة في اليوم لغاية لما يبقى ده الاتيتيود بتاعي، ده الهابت بتاعتي، دي العادة بتاعتي.
الآية نزلت أصلا من قبل ما يبقى فيه تفاسير. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من قبل ما يبقى فيه تفاسير أصلا. ما بقولك في أحد التفاسير بيقول إن أنت تختم على الأقل مرة كل شهر عشان ما تبقاش سبته مهجور. ارجعوا بقى يعني ارجعوا للمواقع، في موقع اسمه آيات نازل منه فيرجنز لنسخ القرآن بالتفاسير في كل حاجة، سواء على الموبايل أو على التابلت أو على الكمبيوتر، هتلاقوها يعني. ثواني يا جماعة، ثانية واحدة. فان انت تبتدي، هنا انا بتكلم على المفهوم نفسه، ان انت تبتدي تحط الحاجات اللي انت عايز تعملها واللي انت عايز تركز عليها في جدول. الجدول على اليمين، اكسل شيت كده على اليمين، انت هتعمل ايه والايام فوق، وبتبتدي تحط اكس او علامة ما بتقول ان انا عملت ده في اليوم الفلاني ده، وتبتدي تتابع انت عملت ايه والحياة كانت عاملة ازاي. طيب انت مقصر في ايه دلوقتي؟ وهتبتدي تحط الحاجات اللي على اليمين دي تحطها في 4 مربعات، مربع بيتكلم عن البادي، ومربع عن المخ، مربع عن الروح، مربع عن القلب، وبتحط الاعمال اللي انت بتعملها على حسب كل مربع من دول. انا ممكن اعمل لكم يعني في واحد انا كنت عامله اوريدي شغال عليه فترة من الزمن، هحاول ان انا اعمل وقت تمبلت منه كده وابقى ابعته على سعيد، وسعيد يحطه على الجروب ان شاء الله. بس هتبتدي لما تعمل ده مرة 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 على مرة، هتبص تلاقيك بدأت تبقى. بس اللي انا عامله ده يعني ايه، ده مش ستاندرد علمي، ده انا اللي عامله عشان خاطر يبقى واضح للناس. يبقى انت بتحاول في الحابة السابعة تعمل رينيوال، تجدد نفسك في الاربع دايركشنز دول. الاربع دايركشنز دول هتبتدي تجدد نفسك فيهم وتحاول تحسن حياتك فيهم. ماشي. البالانس ايكوال افكتيفنس، بالانس التوازن ما بين الحاجات دي هيوصلك للإفشنسي. انت كشخص، احنا كمسلمين المفروض ان انت تبقى ماهر في كل حاجة في كل اتجاه من الاتجاهات دي. انت بتقدر تبر الوالد والوالدة بشكل كويس قوي، وناجح في العمل، وكويس في العلاقة مع الله عز وجل، وكويس مع الاصدقاء. الموضوع ده مش صعب، وفي كتير بيعملوه في الحياة اللي احنا فيها وفي وسطينا. بيقدر ينظم وقته، بس بيقدر يرتب الصخور ايه، الزلط ايه، الرمل ايه، ويقدر يرتب حياته عشان خاطر تبقى more effectiveness. طيب بالظبط، هتلاقي نفسك ماشي بقى ايه في الحلزونه دي، حلزونه ياما الحلزونه. بتبتدي تتعلم، learn do commit، learn do commit. تتعلم حاجة، بعد ما بتتعلمها بتبتدي تشتغل عليها ان انت تعملها، وبعد ما بتفضل تعملها تكمت دي ان انت ايه، خلاص بقى بتسيت الرولز وتبقى ثابتة معاك وتبقى دي عادة. وبعد ما بتوصل ان هي تبقى عادة تبتدي تشتغل ان انت تتعلم حاجة جديدة. بعد ما بتتعلم حاجة جديدة بتبتدي تشتغل تمرن نفسك عليها ان انت تعملها. بعد ما بتعملها بتبتدي تكميت الكلام ده، تديها الختم كده ان هو خلاص دي بقت موجوده معايا وما بقتش محتاج مجهود عشان اعملها، او مدخل حاجه جديده اتعلمها اعملها اكميت. الغريب ان الصحابه، سيدنا عمر بن الخطاب مثلا مات وهو لا يحفظ الا نصف القران، بس كان كل ايه بيقف عندها ما بيعديهاش غير لما يبقى طبقها في حياته، وطبقها بحيث انها بقت عادة في حياته.
لازم تبتدي انت تتعلم ده، تتعلم كمان ان انت ما تسيبش نفسك. كل يوم انت بتتعلم مهارة جديدة، اكتساب مهارة جديدة، مش مجرد ان انا خدت معلومة، خدت معلومة هتحاسب عليها، نفذها. الحقيقة انا لما بدي الكورس ده كل مرة ببقى حاسس ان انا عليا ديوتي اكتر كتير، لان نص الحاجات دي بتبقى موجهة ليا انا اكتر ما هي موجهة للاخرين. احنا في الحياة بننسى، وبتاخدنا الحياة في حاجات كتير، محتاجين نرجع كل فترة، ومحتاجين نفتكر كل فترة، ومحتاجين كل فترة نشارب ذا سو، نبتدي نسن المنشار، نبتدي نشوف ايه الحاجات اللي احنا نسيناها في زحمة الايام. وعشان كده بقولك دوكيمنت الكلام ده، طول ما هتدوكيمنت، طول ما هتكتب، طول ما هتلاقي الدنيا سهلة معاك، طول ما هتكتب وبترجع للي انت كتبته ده. كنت في حاجة عملتها كده، مش فاكر انا حكيت لكم عليها ولا لأ، كنت باجي احس في فترة من الفترات ان انا محتاج اشتري حاجات طبعا لسه ما قلتهاش بحس ان انا عايز اشتري حاجات، حاجة وحاجة وحاجة في دماغي، انا عايز اشتري موبايل جديد، وعايز اشتري مش عارف ايه، وعايز اشتري ايه. فكان في صف كشكول كده معايا، كنت بقوم فاتحه وكاتب ايه الحاجات اللي انا عايز اشتريها، كل حاجه، من حاجه صغيره، من ان انا عايز اجيب شقه تمليك اللي انا متوقع ان انا هموت من قبل ما اجيبها، لغايه اصغر حاجه ان انا عايز اجيب اسمه ايه ده، البتاع اللي بتموت الطير مثلا، اي حاجه انا نفسي فيها في اللحظه دي. وتمر الايام وابتدي اشتري حاجات واسيب حاجات، لغاية لما أحصل، لغاية لما أوصل لنفس الحالة بعد سنة، بعد 6 شهور، بعد 9 شهور، أيا كان الوقت إيه، إن أنا برضو حاسس إن أنا عايز أشتري حاجات كتير، أقوم راجع للكشكول وأبتدي أكتب أنا عايز إيه في اللحظة دي، وراجع أنا جبت إيه من الفترة اللي فاتت. بص ولقيني جبت حاجات كتير، ابتدي اقول سبحان الله، والله الحمد لله، ربنا كرمني ان انا في حاجات جبتها وفي حاجات لسه ما جبتهاش. فابتدي تحس بنعم الله عز وجل عليك. انما لو انت قعدت حاطط نفسك في ان انا عايز اجيب عايز اجيب عايز اجيب، انت مش هتشبع، انت هتفضل عايز تجيب عايز تجيب عايز تجيب. وابتدي تحس ان انا ايه، هو ايه ده، هو انا امتى بقى هوصل لمرحله ان انا جبت وخلاص ومش محتاج حاجه؟ مش هتوصل ليها، نفسك مش هتوصلك ليها، وهتوصلك ان انت على طول محتاج. لما عملت الكلام ده بدات احس ان لا سبحان الله، يعني انت بتجيب حاجات وربنا بيكرمك بحاجات بالظبط كده، فهيبقى في بالانس. بالظبط كده، الانسان طماع بطبعه فعلا، فهيبقى في بالانس ما بين اللي انت محتاجه واللي انت جبته، وهتبتدي تحط نفسك في المكان الصح. ممكن ان انت توصل لدرجه ان انت تحس ان انت، انا ما هو انا هفضل كده محتاج ان انا اجيب حاجه، او ان انا محتاج فلوس، او الفلوس دي هي الايشو في حياتي، لان انت عمال تبص في الحاجه اللي قدامك اللي انت لسه ما جبتهاش. فركز، اكتب، اشتغل على الحلزونه دي. ليرن دو كوميت، ليرن دو كوميت. ماشي كده، تقريبا احنا خلصنا العادة السابعة. في بس اختصار كده، 7 habits is all about paradigm shift. 7 habits كلها او معظمها بتشتغل على فكرة البارادايم شيفت اللي احنا خدناها في المحاضرة تانية باين، او الاولى مش فاكر، الاولى. البارادايم شيفت انا بسميه ده قلب السيفن هابتس. الموضوع مش سهل بالظبط، الموضوع مش سهل ومش بسيط. هتوصل في مرحله من المراحل وانت عمال تطبقه وعمال تقول، يعني هديكوا مثلا، انا كشخص قعدت فتره من حياتي بنظرية طنش تعيش تنتعش.
او هكونا مطاطا. يعني هو مش كانت طنش تعيش تنتعش، هي كانت هكونا مطاطا. وكنت متأثر جدا بتيمون وبومبا الحقيقة. لما بدأت اخد السيفن هابتس وبدأت احس ان لا، مش المفروض ده يبقى الهدف من الحاجات من حياتك. مش الهدف من حياتك انك تعيش هكونا مطاطا، انك المفروض ان انت تواجه وتبتدي تشتغل على المشاكل وتبتدي تشوف حلول مشاكلك ايه وتبتدي تحاول تحلها. تعبت في الاول وما زال بتحس بتعب، وما زال عندي تسرب كده، في جزء كده هكون مطاطة لسه متسرب داخل النفس ومستقر فيه لانه كان عادة لفترة طويلة. فانت محتاج ان انت تبتدي تفايت ده وتبتدي تشتغل على ده، وتبتدي هتوصل لدرجه ان انت حاسس انك تعبان وحاسس ان انت ماشي عكس التيار. هتشتغل على نفسك وترتب انت اولوياتك ايه. لا انا الحقيقه مش مدرب اصلا، يعني انا مش باكل عيش بالتدريب. انا كنت واخدها الاول هوايه في الرساله، وبعدين جبت مجموعه من الناس اصحابي، و هتلاقيني شارحها في الهابت الاولى لو رجعت لليوتيوب، ان هي جت كده ايه باي لك يعني بالظبط كده، بجرب فيكوا واخدكوا معامل تجريب. فهتلاقوا ان انت محتاج ان انت بتمشي ضد التيار وبتحاول، يعني ده من فضل الله عز وجل، تحاول ان انت تغير من نفسك. وشايف ان انت يعني مش متميز، حاسس ان انت غريب في الكوكب ده. انت كده كويس، كمل لغاية لما تبقى حابب فيك، لغاية لما تبقى دي لغاية لما تبقى دي العادة بتاعتك. يا رب اعرف اطبقها زي ما انا بعرف اوصلها. يعني التمن بقى ان انت تدعوا لي ان انا اقدر اعمل الكلام ده مع نفسي. يعني فالموضوع بصي مش هقدر اقول لك نسبه، بس هقدر اقول لك ان اللي خلاني ادي الكورس ده ان انا بحط ان هو الكورس ده بالنسبه لي كان زي الايه اللي بتقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. إحياء النفس نفسها، ممكن الإحياء ده يبقى إن أنت منعته من الموت، أو إن أنت منعته من إن هو يبقى سلبي فهو ميت وهو عايش. ففي تغيير كبير، بس التغيير في الآخر مفيش حد بيوصل للنجاح دايما بيبقى فيه قلق من اللي هو الآية اللي بتقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني بلاش خلينا نبعد عن حته ان انا كويس ورائع وحلو والكلام ده كله، خلينا نتعداها. بطلب منكم بس ان انتوا تدعوا لي ان انا اقدر اطبقها بشكل كويس وان انا ابقى ناجح في حياتي بالكلام اللي انا بقوله ده. وكل ما تيجي حاجه بقى في حياتكم يعني ايه تفتكروني كده بدعوه حلوه يعني. والاهم التطبيق بقى، سيبوكوا برضو من الكلام ده كله، ما تاخدونيش كده على دوكا وتظبطوني وبحس ان انا اتثبت بقى في الحيطه بس في الاخر ما حدش طبق حاجه، يعني كده انا فشلت برضو. ندع البعض بظهر الغيب ان شاء الله. يا سعيد ندع البعض يا سعيد. ها وانت كده بتاخد المشروب التمام ده، ادعي لي. ها وقول لي بيتظبط ازاي برضه، مع ان المشروب ده اصل الهكونه بطاطا. تاني حاجه الشجاعه، تالت حاجه الاراده، رابع حاجه الثبات على المبدأ. لازم يبقى عندك الاربع حاجات دي، الصبر، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الشجاعه ان انا ابقى عندي الشجاعه ان انا اواجه نفسي،
ان انا اواجه نفسي، انا احس بنفسي انا واواجهها واقول لا واقول اه لنفسي. قلت لكم على سيدنا عمر بن الخطاب انه طلع مره على المنبر وقال، جمع الصحابه وقال انما انا عمير، انما انا عمير، انما انا عمير، وامي كانت تلت الثوب. ونزل، فالصحابه قالوا له ايه اللي حملك على انك تطلع تقول الكلمتين دول وتنزل تاني؟ قال حدثتني نفسي قالت انت امير المؤمنين وانت كذا وكذا، فاردت ان اذلها في الموقف الذي حدثتني فيه. قوه في التعامل مع النفس وفي طريقه تربيه النفس. القسم، الله عز وجل يقسم 11 قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، وفي الاخر قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. تالت حاجه الاراده، ان انت يبقى عندك اراده في الحاجه اللي انت بتعملها، مؤمن بيها، عندك اراده بيها. هيبقى عندك اراده ازاي؟ بانك تعرف ثوابها، ثواب الحاجه دي عامل ازاي. سبحان الله وبحمده يغرس، يضع غرسا في الجنه. يبقى انت تبقى عارف ان انت لما بتعمل ده، لان انت هتيجي بعد فتره عمال مركز ان انت سبحان الله وبحمده عشان تغرس شجره في الجنه، بس بعد كده تنسى الثواب ده فبتقل الاراده معاك. فلازم يبقى عندك اراده. اخر حاجه الثبات على المبدا. انا موبايل، انا خلاص اللابتوب بتاعي 7% وبيقول لي انا هفصل. فاخر حاجه الثبات على المبدا، ان انا ابقى عارف، وده اللي هيثبته لي اول 3 هابتس، ان انا هبقى ثابت على المبدا، محافظ عليه، قادر اواجه اي حاجه، لان انا حطيت جذور قويه ليا. الجذور دي اللي هو اول 3 هابتس تخليني اقدر اقف واقدر اعرف ايه الصح من الغلط. الكهرباء قطع، انت جاي متاخر يا مروه، احنا شغالين من اول الكورس والكهرباء قطع، شغالين على يو اس بي فلاش على التابلت واللابتوب، والحمد لله اللابتوب كان مشحون والتابلت مشحون. طيب الثبات على المبدا، في ان انا اقدر اثبت نفسي، اقدر احافظ على نفسي. فهقدر ابتدي اقف قصاد المشاكل اللي الناس الثانيه بتقول لي مش هينفع، مش هتقدر، مش هتعرف تعمل. لا انا هقدر، لان انا عندي الخلفيه، ساند على حاجه، ساند على جذور قويه. ان شاء الله احنا كده خلصنا السيفن هابتس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.